السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على قطاع غزة. نناقش اليوم تهديدات قوات الاحتلال الصهيونية باجتياح رفح بريا ومآلات هذا الاجتياح إقليميا ودوليا في ظل وجود أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى رفح هربا من القصف والمجازر والتدمير الممنهج لقوات الاحتلال ضد غزة وسكانها. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من اسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي، وكذلك عبر سكايب من اسطنبول أيضا عضو مجلس نقابة المحامين السوريين الأستاذ طارق حاج بكري. كذلك عبر سكايب سيكون معنا من اسطنبول أيضا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامر عوض. فاصل قصير ونبدأ بعده هذه التغطية مشاهدينا. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من قناة الرافدين بعد اليوم 32% من العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة. نرحب في هذه الساعة بضيفنا من اسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي. مساء الخير أستاذ بشار. أهلا بكم. يعني إذا ما أقدم الاحتلال ونحن في رهاصات الهجوم على رفح، إذا ما أقدم الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية شاملة على مدينة رفح، ما تداعيات ذلك على المستوى الإنساني والعسكري؟ والإنساني سلفا هو في أدنى المستويات. تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء ولضيوفك الكرام الذين نلتقيكم بعد. أهلا بكم. للمقاومين الأبطال وللصهيونيين. نتنياهو وحكومة اليمين تطرفا للكيان السوري تريد أن تستمر هذه المعركة وتريد أن تستمر بالإمداد، تسعى إيقاع خسائر كبيرة للشعب الفلسطيني، لا تأبه كما يبدو هذه الحكومة، لا تأبه الاعتبارات الإنسانية والحقوقية، ولا تأبه أيضا بمحكمة الحقوق الدولية ولا بالضغوط التي تمارس الآن العديد من الجهات والجهات الدولية المختلفة، لأن الغطاء الأمريكي ما زال متوفرا لهذه الحكومة. صحيح أن هناك ضغوط أمريكية تجاه إدارة العملية في رفح، وتدعي الولايات المتحدة أنها ضحايا مدنية أقل. نعم. هي تتعامل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع الأبرياء المدنيين في قطاع غزة، تتعامل معهم كأرقام، فهي مثلا لا تريد أن يكون عدد الضحايا اليوم 200، تريد أن يكون مثلا 120 أو 150. هذا المستوى من غياب الأخلاق في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. هو ما تقرأه جيدا حكومة الكيان الصهيوني ويقرأه جيدا نتنياهو، وبناء عليه فهو يتحرك غير مهتم على الإطلاق بكل نعم. الاعتبارات الإنسانية وكل الاعتبارات الدولية المصاحبة لتهديداته باجتياح رفح والقيام بعملية هي في الحقيقة مجزرة إنسانية ومحرقة لأننا في قطاع. نعم. أيضا نرحب معنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامر عوض. مرحبا بكم أستاذ سامر. مرحبا بكم وبضيوفك الكرام. كما تحدثنا وسألنا الأستاذ بشار، إذا ما أقدم الاحتلال على اجتياح بري في ضوء الرفض الدولي الرسمي والشعبي لاجتياح رفح بريا، ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي عمليا بين قوسين لمنع إسرائيل من تنفيذ هذا الاجتياح؟ يعني للأسف الشديد المراهنة على المجتمع الدولي في قضية رجع الاحتلال أعتقد أنها مراهنة خاسرة، لأنه نحن نتحدث عن 130 يوما من جرائم الإبادة التي نفذها الاحتلال على مرأى ومسمع من هذا المجتمع الدولي، بمعنى أن المجتمع الدولي لن يكون موقفه راقيا إلى درجة أن يتناغم مع حقوق الشعب الفلسطيني ومتطلباته.
هذا اولا. ثانيا واضح ان الاحتلال في سباق مع الزمن، وبالتالي نتنياهو يعني قد بدا ينفذ الوقت الذي يعني سمح له في مثل هذه العمليه من الاداره الامريكيه، وبالتالي هو الان يريد توجيه ضرب داخل الرفح من اجل ايضا يعني ضمن دائره الاهداف التي حددها في بدايه هذا العدوان. لكن الحقيقه ان نتنياهو يريد المزيد من المجازر داخل الشعب الفلسطيني عبر الضربات التي سيوجهها الى المنطقه الاخيره في قطاع غزه، والتي تحتوي على اكبر كثافه سكانيه الان داخلها مليون ونصف فلسطيني، بمعنى اي ضرب الان سيتم توجيهها داخل منطقه رفح ستكون الخسائر البشريه فيها كبيره على مرأى من العالم في ظل الجرائم التي مارسها الاحتلال وفي ظل الرفض الدولي كما تفضل. الحقيقة الآن أن المجتمع الدولي أمام امتحان أخلاقي، أمام أخلاقيات القانون الدولي الذي يتكلم فيه والذي يحرص عبر مجتمعه الدولي والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات وهذه المؤسسات الدولية، إلى المواقف الجريئة والمواقف الرسمية التي تتناسب مع ألم الشعب الفلسطيني الذي يعيش كارثة إنسانية بفعل ضربات الاحتلال وجنود الاحتلال وحكومته. نعم. نعم، أيضا ينضم إلينا عضو مجلس النقابة المحامين السوريين الأستاذ طارق حاج بكري. مرحبا بكم أستاذ طارق. أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي. تصحيح، عضو مجلس نقابة المحامين الأحرار السوريين، الأحرار. نعم، ليس الأحرار. نعم، نصحح الآن. نعم أستاذ طارق، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور تقول أن الاحتلال الصهيوني تجاهل جميع قرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد سكان غزة. يعني بالتالي إذا تجاهل الاحتلال هذه الدعاوى، ما الذي يمكن أن يمسك هذا الاحتلال، يوقف هذا الاحتلال عن المجازر المستمرة، فضلا عن عملية الاجتياح المرتقبة التي يخطط لها في رفح؟ هذا الكيان الصهيوني قام بالأساس على الاحتلال واغتصاب الأرض وتهجير أرضها منذ بداياته. نعم. وتجاهل معظم القرارات الدولية التي تتعلق بالحقوق بحقوق الشعب الأصلي لفلسطين العربية منذ تكوين هذا الكيان الصهيوني إلى الآن. والأمم المتحدة والدول الضاغطة لا تمارس أي ضغط على هذه الكيان، بل تؤيده وتقف معه دائما وتستخدم حق الفيتو لصالحه في أي قرار قد يؤثر عليه، مع العلم أن هناك العديد من القرارات التي تم تجاهلها منذ عام 1948 إلى الآن فيما يختص سواء كان بالأراضي الفلسطينية المغتصبة أو فيما يتعلق بالأراضي العربية المغتصبة. وبالتالي فلا يوجد هناك إرادة دولية لأن يطبق هذا النظام، لأن تفرض على هذا النظام الصهيوني المجرم أي ضغط أو أي وسيلة من الوسائل الإجبارية على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وهو ليس لديه إرادة، وهو يملك القوة الكافية، وهو دولة نووية تملك القوة الكافية التي تمنع الدول العظمى، طبعا مع عدم وجود إرادة في هذه الدول العظمى التي تمنع حتى دول المنطقة من محاولة استخدام القوة، لأنه يملك وسائل إبادة جماعية تهدد السلم الإقليمي والسلم العالمي. وبالتالي فلا يوجد وسيلة على الإطلاق لإجبار هذا الكيان الغاصب سوى الإرادة الشعبية والمقاومة الشعبية واستخدام حق النضال الشعبي والكفاح الشعبي المسلح لإجباره على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وتحرير الأراضي العربية المغتصبة. نعم، عودة إلى الأستاذ بشار. طيب أستاذ بشار، هناك مشكلة في الاتصال، نعود إلى الأستاذ سامر. أستاذ سامر، يعني لو سألنا ماذا يعني الاجتياح البري الذي تنوي إسرائيل اليوم القيام به، الاجتياح هذا إلى أي شيء يرمي؟ إعادة اعتقال أو اعتقال مليون ونصف مليون شخص، أو قتل مليون ونصف مليون شخص، ما الذي يريده من عملية الاجتياح البري؟ يعني هو لم يستطع تحقيق أي من الأهداف، ما الذي سيضيفه الاجتياح البري؟ وغزة اليوم أصبحت بلا ماء، بلا أكل، بلا دواء، بلا بنية تحتية، ما الذي سيفعله بالاجتياح هذا؟ يعني واضح أن الاحتلال الآن كما تحدثنا أستاذي الكريم يتسابق مع الزمن. يعني الآن إشكالية نتنياهو أنه خلال 130 يوم لم يحقق هدف من الأهداف التي أعلن عنها والتي أراد تحقيقها عبر هذه العملية البرية، هذا أولا. ثانيا يعني بمعنى أنه الاحتلال الآن يريد قضية الدخول إلى رفح
انه يعني اعلن عن قضيه هي ذريعه من الذرائع التي استخدمها الاحتلال سابقا ولا زال يستخدمها. يعني راينا كيف كان يتحدث ايام مستشفى المعمداني انه موجود فيها بعض المحتجزين والمقاومين وان مستشفى الشفاء يوجد فيه يتم اداره العدوان من تحته. الان هناك ذريعه جديده بانه حماس تتواجد داخل رفح والمحتجزين يتواجدون داخل رفح، لكن الحقيقه ان نتنياهو وحكومه الاحتلال تريد تحقيق اربعه اهداف تتوغلها في رفح. اولا الهدف الذي يحاول الاحتلال ان يكسب من خلال دخول رفح انه يعتبر اخر المعاقل، نحن نتحدث عن اخر منطقه داخل قطاع غزه لم يقم الاحتلال بتوجيه الضربات، وبالتالي قضيه الضرب هناك تستهدف بقيه المقاومه الفلسطينيه، بمعنى هو يريد ان يؤخر 7 اكتوبر جديد عبر تدمير كل البنيه التحتيه داخل كل مناطق قطاع غزه واخرها رفح. ثانيا هو يحاول انه قد يعني يستطيع الحصول على بعض الاسرى اذا ما دخل الى رفح، قد يجد بعض الاسرى ضمن احتمالات وجودهم في تلك المنطقه، وبالتالي يروج الى انه دخوله الى تلك المنطقه سيساهم في قضيه استعاده الاسرى. ثالثا والاخطر من ذلك ويريد فرض معادله جديده داخل قطاع غزه وهي قضيه احتلال محور فيلادلفيا الذي يشكل خطرا استراتيجيا على السياده المصريه قبل الشعب الفلسطيني والاتفاقيات التي وقعها مع مصر سابقا، بمعنى احتلال الحدود المصريه والسيطره على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. رابعا والاخطر من ذلك يريد ايقاع المزيد من الخسائر داخل المقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني والبنيه التحتيه داخل قطاع غزه حتى يعاقب الشعب الفلسطيني عقوبه جماعيه اخرى ضمن سياساته التي نفذها على مدار 5 اشهر. طيب عودة إلى الأستاذ طارق، وبعد هذا الحديث من الأهداف المعلنة أو الأهداف التي يريد أن يحققها الاحتلال باجتياح رفح، من الواضح أنه هناك تغيير في المواقف الأوروبية تجاه الحرب على غزة، وإذا ما أو بما عبر عنه جوزيف بوريل منسق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي بقوله إذا ما استمر نتنياهو بنفس المسار فعلى أوروبا إعادة النظر بتسليح إسرائيل. السؤال هنا، هل بالفعل قادرة أوروبا على اتخاذ مثل هذه الخطوة، إعادة تسليح إسرائيل، محاسبتها ربما على ما قدمته أقامت به من مجازر وجرائم؟ كما هو ملاحظ من هذا التصريح فإنه أصفه بأنه تصريح خلوي، وهل إسرائيل تحتاج إلى تسليح وهي دولة من أكبر دول العالم؟ نعم. تصديرا للسلاح، ربما تحتاج إلى بعض الذخائر، هي لا تحتاج إلى أسلحة نوعية ولا تحتاج إلى أسلحة كمية، فهي أصلا إسرائيل بكاملها عبارة عن معسكر، والمجتمع الإسرائيلي بكامله عبارة عن جيش صهيوني، وهو مخزن كبير للأسلحة، وهناك عدد من الدول الأوروبية والأمريكية تخزن أسلحتها في إسرائيل، فإسرائيل لا تحتاج إلى الأسلحة، وإنما هذا التصريح يأتي في اتجاه أو الغاية منه هو التأثير على الرأي العام الضاغط في الدول الأوروبية، فالإنسان الأوروبي بدأ يستفيق إلى أن وجود لأن إسرائيل هي دولة متصمة، دولة قاتلة، دولة مجرمة، وبدأت الأفكار التي كانت مروجة سابقا من أن إسرائيل هي دولة عدل ودولة سلام ودولة ديمقراطية في هذا المنطقة من الشرق الأوسط بدأت تتبخر وتميل إلى صالح سكان شعب هذه المنطقة، وبالتالي بدأ ينظر إلى القضايا العربية والقضايا العادلة وخصوصا القضية الفلسطينية، وخصوصا مع انتشار الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فبدأ الصوت يوصل، وبالتالي هذا التصريح يصب في خانة التأثير على الرأي العام وإسكات الرأي العام وتخفيف الضغط الشعبي عليهم لأكثر ولا أقل. وإسرائيل هي مستمرة في إجرامها، مستمرة في أسلوبها في قمع الشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره من أرضه لتحقيق مساحة أكبر وتحقيق أمن للشعب الإسرائيلي المتواجد في فلسطين في ضوء تزايد الهجرة الفلسطينية في الخارج، وبالتالي هم يريدون على الأقل سواء من الناحية الإسرائيلية تريد أن تقول بأننا قادرون على حفظ أمننا، والدول الأوروبية تقول بأننا نحن نحاول أن نضغط على إسرائيل سواء كان من الناحية العسكرية أو الناحية الاقتصادية، وهذا كله كلام لا يقدم ولا يؤخر، ونحن نعلم بأن الكونغرس الأمريكي خلال الأيام الماضية أقر مساعدات إسرائيل تبلغ عشرات مليارات الدولارات، وهذه تستخدم في تسليح إسرائيل، زيادة تسليح إسرائيل وزيادة القوة العسكرية الإسرائيلية وزيادة إيمانها وفرضها وفرض شروطها على الأرض العربية المحيطة بها في منطقة الشرق الأوسط.
نعم، نعود إلى الأستاذ بشار. يعني في ضوء المجازر التي يرتكبها أو ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، ما الذي تريده إسرائيل من تجديدها اقتحام المستشفيات بالتحديد المجمعات الطبية وطرد الطواقم الطبية وعائلات الطواقم الطبية وكذلك النازحين منها كما حدث في مجمع ناصر الطبي في خان يونس؟ يعني استهداف المستشفيات بالتحديد وهي الأماكن المفروض محمية دولياً. هذه الحرب المجرمة التي تقودها حكومة الاحتلال الصهيوني وجيش الاحتلال تريد أن تلغي أي احتمالية للحياة في قطاع غزة. يعني ما يتم من محاولة تقديم المبررات دأبت عليه هذه الحكومة المجرمة منذ بداية العدوان على قطاع غزة. تذكرون موضوع مستشفى الشفاء وقبله المعمدان؟ كانت كلها ادعاءات أن هذه المستشفيات أماكن للمقاومة وأنها تؤوي المقاومين وأنها أحيانا يقولون أنها يوجد فيها الرهائن يقصدون الأسرى الإسرائيليين وهكذا. فهي تحاول أن تقدم مبررات لجرائمها التي كشفها جميع العالم، لكن الحقيقة هي تريد أن تجعل من قطاع غزة أرضا محروقة بكل معنى الكلمة. وعندما تستهدف المستشفيات وتستهدف المرضى هي أيضا تريد أن تقول للعالم أنه لا يوجد هناك مقاومات في هذه الحرب. هذا الكلام عبرت عنه القيادات الصهيونية المتوحشة أكثر من مرة، قالوا لا يوجد أبنية في قطاع غزة، لا يهمهم لا مستشفيات لا مدارس لا مراكز إيواء، لا يهمهم دماء الأطفال دماء النساء والأبناء. ولكن أستاذ بشار هنا سؤالي، يعني مع بطلان كل الادعاءات السابقة بقصف المستشفى المعمداني الشفاء اليوم وجمع ناصر الطبي، مع بطلان كل الادعاءات التي ساقها الاحتلال، كيف يمكن له أن يستهدف مستشفيات مرة أخرى؟ هو يستهدف وهو يعني يتحرك ضمن مروحة من يعني ضمانه أنه لا يوجد تأثير قوي عليه، لا يوجد ضغوط حقيقية بالذات من الطرف. يعني هو يتحرك بهذه الجرائم ويستمر بها رغم انكشاف الأكاذيب والادعاءات وعدم قدرته على إثبات أي من ادعاءاته، هو يتحرك بهذا المستوى من الإجرام لأنه يضمن أنه لا يوجد هناك ضغط حقيقي عليه. ولو كان هناك ضغوط حقيقية عليه لتوقف عن هذه الجرائم ولا أوقف المجازر بحق المدنيين وبحق المستشفيات، لكن هو ضامن أو مطمئن إلى أنه سينجو من الملاحقة ومن العقاب. ولكن قناعة أن العالم لم يحتمل هذا الكم الهائل من الوحشية والنازية التي يقترف الجيش الصهيوني على الإطلاق. وأنا مطمئن تماما إلى أن النظرة العالمية بسبب الضغط الشعبي أولا وبسبب صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ثانيا في قطاع غزة وبسبب حجم المجازر غير المحتمل على الإطلاق، أنا مطمئن أن لن يحتمل هذا الكيان وستكون هناك بالتدريج. للأسف أنها لا تشكل ضغطا ثانيا، لكنها ستجد مواقف مختلفة من هذا الكيان الصهيوني وسيدفع الثمن. حجم الفاتورة الدموية الإجرامية التي يقترفها هذا الكيان ستغرقه وستجعل التعامل معه عبئا حتى على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما باتت تشعر به الإدارة وخاصة الديمقراطيين أن استمرار دعم الكيان الصهيوني له تكلفة عالية وله أثمان باهظة سيدفعها الديمقراطيون وسيدفعها أوباما نفسه. ولذلك هذا جزء من نتيجة هذه الجرائم واستمرارها ضد المستشفيات الأبرياء والمدني. أشكركم لوقتكم الأستاذ بشار شلبي عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني، شكرا لكم على هذه المداخلة ووجودكم معنا، حياكم الله. عودة إلى الأستاذ سامر. أستاذ سامر، يعني بالحديث عن الداخل المحتل والآراء التي بدأت تطرح حتى من قبل المجتمع الدولي والولايات المتحدة من خيار قيام دولة فلسطينية، الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل بكل أعضائها أكدوا رفضهم القاطع لقيام دولة فلسطينية مستقلة. برأيكم هنا أي إرادة ممكن أن تنتصر في نهاية المطاف؟ الإرادة الدولية بقيام دولة فلسطينية أم إرادة الاحتلال ونحن نرى أنه لا يوجد من يحاسبه على أي جريمة اقترفها؟ يعني أولا إفلات الاحتلال من العقاب هي أسوأ الإرادات للأسف الشديد على مدار 75 عاما. لكن حول سؤالك أستاذ الكريم،
الاحتلال بقيادته الحاليه هي أسوأ القيادات والحكومات التي مرت سواء على تاريخ دوله هذه الاحتلال او على تاريخ الصراع مع الاحتلال في مقابل الشعب الفلسطيني. اولا اذا ما تابعنا المشهد وجميع التصريحات اخي الكريم، نتحدث عن ان هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه التي قامت على عنوان واحد وهو عنوان الاستيطان وتهويد الدوله، بمعنى هذه الحكومه لا تريد شعبا فلسطينيا داخل هذه الارض التي احتلها، ويريد دولة يهودية على مساحة الأرض التي تم احتلالها، ورأينا كيف يتم التهويد داخل القدس المحتلة، وكيف يتم السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي لم يكن فيها 7 أكتوبر، بل هي تخضع لسياسات السلطة التي تمنع العنف في مواجهة الاحتلال ومقاومة الاحتلال، بمعنى أن هذه الإرادة الحالية هي ضد الإرادة الدولية أولاً، وضد إرادة الشعب الفلسطيني ثانيا، ولا ترى أيضا في الطرف الفلسطيني سواء ممثلا بالسلطة الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية شريكا داخل هذه الأرض التي احتلها. هذه حكومة احتلالية تريد السيطرة على كل الأراضي الفلسطينية لصالح مشروع الالتهامي الإحلالي الاستيطاني. الإشكالية بأن هذه الحكومة الآن أصبحت تزعج الإدارة الأمريكية والحلفاء الذين سواء إقليميا أو دوليا بدأوا بمشروع كبير وهو مشروع اتفاقيات أبراهام التي تطبع لهذا الاحتلال مع دول المنطقة وتجعله جزءا من هذه المنطقة التي كان في السابق يعتبر سرطانا ودخيلا عليها. الحكومة الحالية لا ترى في الشعب الفلسطيني أحقية في الوجود على أرضه، وبالتالي كل هذه الممارسات سواء ما نراه من إبادات جماعية داخل قطاع غزة ومثل تصريحات اليمين المتطرف لهذه الحكومة حول الشعب الفلسطيني أو الممارسات اليومية داخل الضفة الغربية أخي الكريم تؤكد شيئا واحدا، لأن هذه الحكومة لا ترى إلا نفسها وإلا يهودية دولتها. طيب أستاذ طارق، بما يتعلق بالأزمة الإنسانية وإدخال المساعدات ومن مسؤول عن إغاثة الفلسطينيين، فيما يتعلق بقضية وكالة الأنوروا، الحملة السياسية والإعلامية الإسرائيلية التي شنتها ضد هذه الوكالة انتهت إلى لا شيء مع عدم إثباتها ما يدين الوكالة من انتماء إلى بعض أعضائها إلى حركة حماس. هل تتوقع أن تتراجع بعض الدول التي علقت تمويل الأنوروا عن قرار تعليق التمويل، وبالتالي إعادة التمويل إلى 7 ملايين فلسطيني ليسوا فقط في داخل الضفة الغربية إنما منتشرين حتى في الدول المحيطة؟ أولا، إدعاء الكيان الصهيوني بما يتعلق بالأنوروا كانت كاذبة وباطلة ومبنية على قرائن غير صحيحة، وهذه القرائن غير دقيقة على الإطلاق، وبالتالي ومع ذلك فقد نجحت إسرائيل مبدئيا في إعطاء الزريعة لبعض الدول الغربية بقطع المساعدة عن وكالة الغوث الفلسطينية أونروا. ولكن من الطبيعي جدا أن يثبت أن هذه الادعاء كانت كاذبة ومبنية على أباطيل، وبالتالي الآن هناك نحن أمام خيارين: إما أن تعود هذه الدول التي امتنعت عن تزويد الأونروا بالوسائط المالية أو المادية الأخرى، وإما أن يكون تتجه هناك بعض الدول بناء على اتفاقات من تحت الطاولة لتعويض هذا النقص في التمويل. مع اعتقادي الراسخ بأن الكثير من الدول تريد الضغط على الفلسطينيين وأهلنا في فلسطين المحتلة للقبول بالشروط الإسرائيلية ونزع سلاح غزة، وأن هناك الكثير من الدول لا تريد سوى زرائع بسيطة أو حتى أنها لا تريد زرائع لمنع هذه المساعدة. هي لا تحتاج إلى أدلة حتى نعم تمنع المساعدات، هي لا تحتاج إلى أدلة، ربما ذرائع فعلا أو أوامر من إسرائيل. نعم، فنحن نعلم بأن النفوذ الاقتصادي والسياسي والإعلامي الإسرائيلي كبير في كافة دول العالم تقريبا، وهي تسيطر على الإعلام بشكل شبه كامل في الإعلام الغربي والأوروبي، وبالتالي هذه الدول لا تريد زرائع حقيقة، وإنما الزريعة هي فقط لتقديم هذه الزريعة لجمهورية. أنا كما قلت هناك يريدون الضغط فعلا على الشعب الفلسطيني، ولا يريدون الضغط على الكيان الصهيوني المجرم، يريدون على الضحية أن تتنازل عن حقها أو عن جزء من حقها، مع أن حقها كلها قد ذهب عن ما تبقى لها من حقوق، والاستسلام الكامل لمشيئة الكيان الصهيوني لإجبار هذا الشعب للقبول بالأمر الواقع الراهن الآن على الأرض الفلسطينية، وربما إجباره على اللزوح من فلسطينيين
وأن يصبح مهجرا في الخارج بلا عودة، وهذا ما يريد ما يريدونه، لأن التغيير الديموغرافي أو لأن الوضع الديموغرافي في فلسطين العربية يتطلب في حال وجود إرادة دولية على استمرار إسرائيل في هذه المنطقة يتطلب تغييرا ديموغرافيا، وهذا التغيير يجب أن يتصاحب بنزوح عدد كبير من الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين يتكاثرون وهم أصبحوا أكثر عددا من اليهود هذا في فلسطين. وحتى داخل إسرائيل هناك خوف إسرائيلي أيضا من الفلسطينيين بأن يصبحوا أغلبية، والديمقراطية ما يدعون الديمقراطية الإسرائيلية تسمح للفلسطينيين الذين لفلسطينية 48 بالحصول على الجنسية وهم قد حصلوا عليها، وبالتالي هم أصبحوا مشاركين في الحكومة الإسرائيلية. وفيما إذا تم أي نوع من أنواع الصلح أو حل الدولتين فسيكون هناك تهديد بشري ديمغرافي لإسرائيل حقيقة، وربما الهدف من الحرب على غزة تتناول هذا الإطار لتخفيف الضغط الديمغرافي الفلسطيني على الإسرائيليين. نعم مصطفى. وإجبار عدد كبير من الفلسطينيين إلى النزوح إلى الخارج، وربما تهيئة دول الجوار وإغراء دول الجوار سواء كان ماديا أو بتقديم الدعم أو بأي مساعدات أخرى للقبول بنزوح عدد كبير من الفلسطينيين إلى أراضيهم وتقبلهم مع تهيئة البنية التحتية. نعم. لذلك طيب أستاذ طارق وأستاذ سامر، اسمحوا لنا أن نأخذ فاصل قصير نتابع هذه المادة ثم نعاود الحديث مع حضراتكم. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين على العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة. نتوجه بسؤال إلى الأستاذ سامر، في الوقت الذي أكدت فيه كتائب عز الدين القسام أنها لا تزال قادرة على قصف مستوطنات ومدن داخل في الداخل المحتل وكذلك الاشتباك مع الاحتلال من المسافة صفر، فصائل المقاومة تدعو الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى النفير العام والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، مثل هذه الدعوة كيف تقرؤونها في مثل هذا التوقيت الخطير من الحرب؟ واضح أن الاحتلال يهرب إلى الأمام بمزيد من المجازر عبر هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وبالتالي أصبح يجب على المقاومة تغيير قواعد الاشتباك في المرحلة الحالية، نظرا لأن المجتمع الدولي أطلق العنان لهذه الحكومة المجنونة بتنفيذ المزيد من المجازر بضوء من الإدارة الأمريكية أو دعم من الحلفاء لهذا الاحتلال أو بصمت عربي ودولي وإقليمي وإسلامي مع الأسف في نصرة الشعب الفلسطيني. بمعنى المقاومة الآن تدرك أنه يجب تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال، يجب إشغاله في جميع الساحات أولا عبر التضامن الشعبي في الدول وفي المناطق التي الآن تتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه وترفض الإبادة التي يمارسها الاحتلال. ثانيا يجب الآن توسيع رقعة المواجهة مع الاحتلال عبر إدخال الضفة الغربية التي أصبحت تعاني أيضا من تضييقات كثيرة يومية يمارسها الاحتلال سواء بالاقتحامات أو بالاعتقالات أو بقرصنة الأموال التي تأخذها من السلطة أو بمزيد من الاستيطان واعتداءات المستوطنين
أو بالاعتداءات على القدس، بمعنى كل ما تقوم به حكومة الاحتلال في الضفة الغربية أصبح يسول هذه المنطقة لصالح المقاومة الفلسطينية. إضافة إلى ذلك الآن واضح أن الاحتلال يسعى إلى إرهاق المقاومة عبر مزيد من الضربات إلى خاصرتها وجبهتها الحامية المتمثلة بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبالتالي في ظل الصمت الدولي والعربي عن نصرة الشعب الفلسطيني وردع حكومة الاحتلال الحالية، أصبح من الضروري أن توجه الرسالة إلى كل مناطق التي ما من شأنها وبالإمكان لديها أن تقوم بتوجيه الضربات بهذا الاحتلال حتى يتم إشغاله وإرهاقه، وقضية تقوية المواجهة مع الاحتلال في المرحلة الحالية. يعني هل ربما ممكن أن نشهد مفاجآت كما شاهدناها في 7 أكتوبر من تنسيق للمقاومة في الضفة الغربية أو في القدس من قبل المقاومين هناك أو من الأهالي؟ كل شيء متوقع أستاذ الكريم، كل شيء متوقع. الضفة الغربية حتى وإن رأيناها صامتة الآن فهي تغلي. الممارسات الآن التي يعني تقوم فيها يعني سلطات الاحتلال في الضفة الغربية أصبحت تنسي كل المشروع الذي جاء على اتفاق أوسلو، حتى الناس الذين الآن الأشخاص الذين أصبحوا يرون المفاوضات سبيلا للحل مع هذا الكيان، الآن أصبحت الرسالة واضحة بأن هذا الاحتلال لا يؤمن لا بالسلام ولا يؤمن إلا بخيار واحد ويتمثل بالمقاومة من أجل استعادة الحقوق. إضافة إلى أن يعني ممارسات الاحتلال على الجبهة الشمالية في قضية توسيع الضربات في لبنان أيضا سيجعل ذلك يدخل عامل آخر في قضية توسيع الضربات من قبل الجبهة اللبنانية، بمعنى إذا ما توحدت الساحات الآن وهي بحاجة إلى ذلك أن تتوحد سيكون الأمر مدفوع إلى الأمام لصالح المقاومة في الأيام القادمة. ولكن سؤال أخير، يعني ألا تعتقد أن مثل هذه الخطوة تأخرت كثيرا قبل أن تتخذها المقاومة؟ يعني للأسف الشديد الأمر ليس بيد المقاومة أخي الكريم. حتى نكون صادقين في قضية التحليل، الضفة الغربية تخضع لمعادلات كثيرة للأسف الشديد. يعني هيمنة السلطة الفلسطينية التي لا ترى في المقاومة المسلحة سبيلا لحد الحل مع هذا الكيان، والتي ربطت وقيدت اتفاقية أوسلو قبل 30 عاما، يشكل عائق كبير أمام إطلاق يد المقاومة، خاصة وأننا لازلنا إلى هذه اللحظة نجد بعض المقاومين في سجون السلطة الفلسطينية. ثانيا، قضية الدخول التكتيكي الحذر من قبل الجبهة الشمالية أيضا أرهق المشهد للأسف الشديد، وأبقى الضربات على مستواها في قطاع غزة دون تخفيفها للأسف الشديد. الآن يعني الرهان أن تدخل الجبهة الشمالية بأوسع نطاق، أن تدخل الضفة الغربية إلى المشهد حتى يتم التخفيف عن الحالة التي تعيشها المقاومة الآن في الضفة في قطاع غزة عفوا، وبالتالي ذلك سيجعل الاحتلال مرتبكا في قضية التعامل مع 3 جبهات ساخنة وخاصة أخطرها الضفة الغربية. نعم أستاذ طارق، أيضا بالعودة إلى محكمة العدل الدولية ومع اقتراب مهلة المحكمة الدولية لإسرائيل لتقديم ما يثبت عدم ارتكابها جرائم الإبادة في غزة، وفي حال فشل الكيان المحتل في تقديم ما يدحض الاتهامات الموجهة إليه، برأيكم ما هي الخطوة القادمة التي قد تتخذها المحكمة بحق إسرائيل إذا ما فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها؟ أولاً، محكمة العدل الدولي هي ضغط معنوي لدى أكثر ناطقي محكمة العدل الدولي تنفيذ قراراتها، لأن هذه القرارات تبقى غير ملزمة للأمم المتحدة. نعم. يمكن إصدار قرار بوقف بعض العمليات الإجرائية أو إلزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية التي تشكل عمليات إبادة جماعية حقيقية بكل معنى الكلمة في غزة، ولكن هذه القرارات يبقى لها تأثير معنوي أكثر مما لها تأثير حقيقي مادي على الأرض. يمكن أيضا ملاحقة مجلس الحرب المصغر أو مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل وعلى رأس نتنياهو وبعض القادة العسكريين الذين ارتكبوا مجازر في فلسطين بتهمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. ولكن كما قلنا، يبقى أن هناك لا يوجد إرادة دولية ولا حقيقية لتنفيذ هذه القرارات، وخصوصا أن إسرائيل قد تقول بأنها هي تريد حتى محاكمة المتهمين في جرائم ضد الإنسانية على أرضها، وبالتالي يصبح هذا الاختصاص منزوع من محكمة العدل الدولية. القصة وما فيها أننا نحن أمام كيان متمرد على الإرادة الدولية، ولا يوجد إرادة دولية حقيقية لفرض أي شيء على هذا الكيان، لأن هذا الكيان لو عمل وظيفي في هذه المنطقة. وأريد أن أعلق على الأخ الذي كان يتكلم من داخل فلسطين على ما أعتقد
أخي العزيز، أخوتي في فلسطين، لا تعولوا على حزب الله ولا على إيران ولا على الفرس على الإطلاق. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. هؤلاء لا يريدون الخير لا للمسلمين ولا للعرب ولا لكل شعوب هذه المنطقة، يريدون الهيمنة من فارس، من طهران إلى بيروت. وحزب الله جزء من هذا المشروع، أرادوا الهيمنة على سوريا، ونحن في سوريا ندافع عن الأمة العربية بكاملها قاطبة في وجه هذا المجرم الفارسي المجوسي الذي يحاول على نعم الهيمنة تفضل. على هذه المنطقة. لذلك لا تعولوا عليه، وعولوا على أنفسكم، ولا تعولوا على الحكومات العربية التي تحيط بكم، لأن هذه الحكومات هي أيضا حكومات وظيفية تقوم هم الجيش الحقيقي لإسرائيل. بصراحة الجيش الذي يقاتلكم الآن هو جيش الأمن الإسرائيلي، أما الجيش الحقيقي الذي يحمي إسرائيل هو جيوش الدول العربية التي تحيط بكم. عولوا على الشعب العربي، على الشعب الإسلامي الذي يمكن أن يقف بجانبكم لا أكثر ولا أقل، بروحه وبدمه وبماله. تحياتي. نعم، حياكم الله أستاذ سامر. حكومة نتنياهو تدعي أنها لن تتنازل عن شروطها بشأن عقد صفقة مع حركة حماس، وهي ماضية بالاجتياح البري للقضاء على كتائب المقاومة، لكن ثمة من يرى أن الطرف الأضعف نظريا والذي يتم التفاوض معه هو الطرف المنتصر ميدانيا. هل تتفقون مع هذه النظرة؟ يعني هذه سياسة الاستعلائية. أولا أخي الكريم، بعيدا عن أي مناكفات سياسية، نحن لا نعول على أحد، نعول على الإيمان الراسخ داخل الشعب الفلسطيني بأحقيته في هذا الأرض وقدرة مقاومته على مقاومة الاحتلال الأطول على مدار التاريخ، والذي لا زال الشعب الفلسطيني على مدار 75 عاما يقاومه. عودة إلى سؤالك أخي الكريم، في البداية هذا نتنياهو يعني يتعامل بالاستعلاء المطلق الذي يريد إظهار نفسه كالمنتصر، وبالتالي كل ما يقوم به نتنياهو من مزيد من الضربات ومن مزيد من العمليات العسكرية ومن مزيد من التصريحات الكاذبة التي يبيع فيها الوهم للشعب ولحلفائه، هو يريد فقط أن يظهر نفسه كالمنتصر. لكن إذا ما أخذناها بدرجة تحليلية أخي الكريم، فإننا ننظر إلى ذلك الذي لا يريد إلا أن يمحو حماس منذ 7 أكتوبر. نعم. يجلس على طاولة المفاوضات مع حماس ويتفاوض معها حول قضية تحقيق نصر على طاولة المفاوضات في حين فشلوا العسكري على الأرض في قضية تحقيق أي نصر. يحاول استعادة الجنود عبر المفاوضات في حين أنه فشل في استعادتهم عبر العملية العسكرية. بمعنى نتنياهو يكذب، نتنياهو يبيع الوهم إلى شعبه، لم يستطع تحقيق أهدافه، لم يمحو حماس منذ 7 أكتوبر، لم يستعد أسراه منذ 7 أكتوبر، وسيخضع في النهاية نتنياهو لمطالب وشروط حماس والمقاومة الفلسطينية في نهاية المطاف، لأن وقت السياسي أولا بدأ ينفذ، وقت العسكري في خلافات العسكرية داخل مجلس الحرب بدأ ينفذ، وقت السياسي على مدار الحكومة والمجتمع الإسرائيلي بدأ ينفذ، ولم الآن حتى الحلفاء بدأوا يطيقون ذرعا من سياساته في جرائم التي أصبحت تحرجهم أمام شعوبهم والرأي العام الدولي. بمعنى نتنياهو في حافة مشواره السياسي، وليس بيده إلا مزيد من المجازر من أجل فقط أن ينتقم لـ7 أكتوبر ولفشل السياسي الذي اختتمه بهذا العام بعد 7 أكتوبر الذي نفذته المقاومة في طوفان الأقصى. نعم. أيضا أستاذ طارق، بالحديث عن التدمير الشامل الذي تتعرض له غزة وقطاعاتها ومدنها، لماذا تتعمد قوات الاحتلال تدمير المصارف والبنوك في المناطق التي توغلت لها في القطاع، مع أن هذه المصارف تقدم خدمة مالية مهمة ومؤثرة لعدد كبير من الفلسطينيين؟ تفاجأ الفلسطينيون بأنه جميع المصارف والبنوك تم تدميرها تدميرا شاملا. إسرائيل تهدف بالنهاية إلى ترحيل كل سكان غزة إلى خارج أراضي فلسطين التاريخية، وتريد أيضا نزع السلاح، إن لم تتمكن من تهجيره تريد نزع سلاح المقاومة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني بكامله على كافة الأرض الفلسطينية، وبالتالي تحقيق ذلك هي تقوم بتدمير البنية التحتية الكاملة بدءا من العمود الاقتصادي الذي يؤمن النقد إلى الشعب الفلسطيني، وصولا إلى الأراضي الزراعية والمشاغل والمصانع وكل ما يؤمن دخل الشعب الفلسطيني. هي تريد القضاء على كل شيء قد يساعد الشعب الفلسطيني على الثبات في أرضه والمقاومة، وبالتالي هي لا تريد مظاهر الحياة، لا تريد أي شيء يساعد على إبقاء الحياة وضخ الدم في عروق الشعب الفلسطيني. هي تريد تجفيف
الشعب الفلسطيني، تجفيف منابع حياه الشعب الفلسطيني، وبالتالي القضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل، سواء بالترحيل او بالتهجير او بالتهميش او بجعله جائعا خاليا خاضعا منزوعا من السلاح. طيب، بعد 4 أشهر على انطلاق عملية طوفان الأقصى، كيف تشاهدون أو كيف تراقبون الوضع فيها؟ هل لازالت المقاومة الفلسطينية قادرة على إدارة المعركة مع الاحتلال والتحكم بأدوات المعركة، وخصوصا أنها هي من تفرض على الاحتلال لحد هذه اللحظة المفاوضات وشروطها في هذه في هذا الإطار؟ نعم، مع مرور الوقت تزداد قوة الشعب الفلسطيني بفرض إرادته. نعم. لأن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار بحرب طويلة الأمد، فإمكانياتها البشرية وتركيبتها الاجتماعية لا تسمح لها بحرب طويلة الأمد، وإنما هي خلال تاريخها كانت تعمد إلى الحروب الخاطفة يحقق بها نتائجه، ثم يصدر قرارات عن مجلس الأمن الدولي وتدخل دولي بإيقاف هذه الحرب بعد تحقيق المكاسبها. أما الآن فهي قد بدأت بالتراجع، وخصوصا مع ثبوت الشعب الفلسطيني على أرضه وعدم نزوحه، و الشعب الفلسطيني بكامله مقاوم، ومقاومته بالحجر مثل مقاومته بالسلاح، وبالتالي هذا الكيان هو امام عده خيارات، واحلاهما مر، هي اما ان تتكب مجازر واباده جماعيه وبالتالي تزداد ادانتها، واما ان تهجر الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب موافقه حكومات الدول العربيه المحيطه، وبالتالي تعريض هذه الحكومات العربيه الهشه بالاساس الى الزوال بانتفاضات شعبيه او القبول ببقاء الشعب الفلسطيني وبنزعه من السلاح وهذا ايضا ليس سهلا، هذا يحتاج الى عمليه عسكريه طويله الامد تؤدي الى هجره السكان الاسرائيليين من ناحيه الى الخارج، عدم شعورهم بالامان، وتؤدي الى انهيار اقتصادي داخل اسرائيل، وتؤدي الى اضعاف اسرائيل عسكريا، لأنها ليس لديها القوة والصبر على استمرار كما قلنا في حرب طويلة الأمد، وبالتالي كل الخيارات المتاحة أمام إسرائيل هي حلول طبيعة، هي خيارات مرة، والآن تميل الكفة إلى صالح الفلسطينيين، ونرجو عدم تدخل الدول العربية المحيطة لصالح إسرائيل في هذا الأمر، وعدم إجبار الفلسطينيين على القبول بشروط التي تريدها إسرائيل. طيب أستاذ سامر، يعني الفصائل الفلسطينية تدعو الحكومات العربية والإسلامية للتحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان المستمر منذ 4 أشهر، كذلك تدعو في بيان شعوب العالم وليس فقط الشعوب العربية والإسلامية لاعتبار يوم غد الجمعة يوما عالميا لمناصرة الحق الفلسطيني، وأن يكون السبت والأحد في مساندة الشعب الفلسطيني في جميع الدول الأوروبية والغربية ودول أمريكا اللاتينية وكذلك شرق آسيا. إذن الجمعة والسبت والأحد ستكون كلها أيام لمناصرة الحق الفلسطيني، كيف تنظرون إلى مثل هذه الدعوة وما تأثيرها مع مرور 4 أشهر ودخلنا في الشهر الخامس من الحرب، هناك مساندة شعبية عالمية إلى قضية المواطنين والشعب الفلسطيني، ولكن لا زالت الأنظمة في موقف مغاير. يعني هذه الدعوة من الأهمية بمكان، خاصة وأن العامل الزمني الآن في قضية ردع هذا الاحتلال ولجمه الآن أصبح واجب الوقت، نظرا للحالة المأساوية التي يعيشها قطاع غزة بعد جرائم الإبادة التي مارسها الاحتلال، وبالتالي الآن أصبح الواجب الأخلاقي للدول الإسلامية والعربية التي تساند الشعب الفلسطيني أولا أن تأخذ بجدية قضية مواقف عملية وفعلية في قضية مقاطعة هذا الاحتلال، وقضية التوجه إلى محكمة الجنايات والمحكمة ومجلس الأمن مرة أخرى، ومقاطعة المحاولة كما فعلت اليمن على سبيل المثال على الأقل إضرار مصالحه في كل المناطق. ثانيا، الدول التي كانت تتغنى بأن التطبيع لصالح الشعب الفلسطيني بدون ذكر الأسماء أصبح من الواجب بما كان الآن قضية أن يتم التراجع عن قضية توقيع هذه الاتفاقيات من أجل أن يتم تطبيع هذا الكيان بين شعوب المنطقة، السرطان الذي يأكل الشعب الفلسطيني ويلتهم أرضه ويقتل أبناءه وأطفاله ونساءه. ثالثا، أجل أخي الكريم، قضية الحركات الشعبية اليوم أصبحت من الأهمية بمكان أن تغير استراتيجياتها الآن، بمعنى أن الحركات المتضامنة في السابق أصبحت حركات فقط تقوم بمساندة الشعب الفلسطيني أو الاحتجاج على الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، اليوم هناك استراتيجيات
يجب انتهاجها في قضية التعامل مع قضايا مصالح الاحتلال، بمعنى يجب أن يكون هناك اعتصامات يومية أمام حكومات التي تدعم الاحتلال والحكومات التي تدعم الشعب الفلسطيني والسفارات الدول التي دعمت الاحتلال وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وسفارات الاحتلال في دول العالم في كل مكان، من أجل تشكيل عامل ضغط حقيقي من أجل ردع هذا الاحتلال ولجمه عن مزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني. نعم. أيضا سؤال أستاذ طارق، هنا الدول المحيطة بفلسطين ملتزمة بمعاهدات وكذلك اتفاقات مع دولة الاحتلال، ولكن في ذات الوقت الكيان الصهيوني ضرب بكل المعاهدات والقوانين الدولية والإنسانية، ضربها بعرض الحائط. بالتالي وصلنا إلى نقطة أنه إسرائيل اليوم مدعومة من قبل الغرب ومدعومة من قبل أمريكا، ولكن لا نجد أي نوع من الدعم العربي الحقيقي لغزة. نعم صديقي، كما قلت سابقا خلال هذه الحلقة بأن الجيش الحقيقي لإسرائيل هو زعماء العرب، الحكام العرب الذين يحكمون شعوبهم ويمنعونهم من ممارسة حريتهم، بل يقتلون شعوبهم إذا تطاولوا أو إذا حاولوا ممارسة أي أدنى حق من حقوق الديمقراطية، كما لاحظنا في سوريا وما فعله نظام بشار الأسد المجرم، وإيران في سوريا بتهجير 17 مليون سوري داخليا وخارجيا وقتل أكثر من مليون سوري. نعم. فمن يستطيع إبادة شعبي بمساعدة إيران لا يمكن أن يساعد الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين. هؤلاء هم الجيش الحقيقي الذي يحمي الحدود الإسرائيلية، ونحن نعلم بأنه لا يستطيع أي، لن أقول عربي طبعا مع العرب، مع أن العرب جميعا يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني، لا يسمحون باقتراب فلسطيني واحد من الحدود سواء كان في لبنان. فإيران يقوم بمنع الفلسطينيين، ونحن نعلم بأنه تم اتفاقيات 82 بتهجير الفلسطينيين إلى من لبنان بالكامل لمنعهم من التعرض للكيان الصهيوني في سوريا. ممنوع على الفلسطيني الاقتراب من الحدود في الأردن كذلك وفي مصر. فهؤلاء هم الحواجز الحقيقيون للحدود الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي هو لحماية إسرائيل من الداخل. ونحن نعلم بأن كل حكام العرب متمسكون بكراسيهم، وكراسيهم أهم من الشعوب وأهم من الشعب الفلسطيني. الكرسي لديهم هو الإله الذي يعبدونه، وهم على استعداد إبادة شعوبهم من أجل هذا الكرسي. فما بالك هل سيقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني؟ لا أبدا، لأن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني يعني الاستعانة بشعوبهم لمقاتلة إسرائيل، وهم لا يريدون لشعوبهم لا الاستيقاظ ولا التسلح، ولا يريدون لشعوبهم أن يشعروا بأنهم بشر، فهم يعاملونهم معاملة الحيوانات، فلا يريدون هذا القطيع من الحيوانات كما يعتقدونهم كحكام الفيقز. فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا مساعدين لإسرائيل على الأطلاق ولا لفلسطين على الأطلاق، وإنما هم يساعدون على إسرائيل بمنع هذه الشعوب من الاستيقاظ ومنع الشعب الفلسطيني من أي حريته. نعم، نشكركم ضيوفنا الكرام، عضو مجلس نقابة المحامين الأحرار السوريين الأستاذ طارق حاج بكري، شكرا لكم على وجودكم معنا، ونشكر كذلك من إسطنبول ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ سامر عوض، شكرا لكم، ونشكر كذلك الأستاذ بشار شالبي الذي شاركنا في هذه التغطية، عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني، ونشكركم مشاهدين على المتابعة، نلتقي وإياكم في تغطية أخرى، إلى اللقاء.